ديال الايداعات. هذا كلام عالي من الصحه، ليس هناك تفويت وليس هناك بيع. دونك ما هناك تتميم لفضاء الايداعات على اساس ان يكون فضاء يليق بمستوى المدينه في اطار يعني التهيئه الحضريه للمدينه التي تدخل في اطار الاتفاقيه ديال الطبعات امام صاحب الجلاله نصر الله. اذا هنا هذا الكلام عن التفويت او البيع ديال الارقام ديال الايداعات هذا كلام كان ينشا سابقا، لا اعرف مدى صدقيته وحقيقته وماذا كان يعني يرجع منه سابقا، ولكن اليوم نتحدث عن تسمية هذا الفضاء على اساس انه يكون متنزع حقيقي، فضاء كما اشار السيد الرئيس انه يكون فضاء مفتوح ما فيه الان مؤكد هو وجود مرآب لي يعني يكون متنفس ارضي لتكلس المدينه من هذه الاقتحامات الكاينه، والباقي هو كله في اطار نقاش في اطار تشاور تشاوري في اطار لجنه ديال التدبر، وان شاء الله ما هو احسن وما هو افضل هو الذي سيتم الاخذ به لصالح هذه المدينه. اذا هذا من الجانب. الجانب الثاني فكما تعرفوا ان الملعب ديال الانبعاث اذا كان عبر الملعب كملعب هو فضاء يعني تم هجره لسنوات بطبيعة الحال من الإخوان العارفين بالمنشأ الرياضي ديال المدينة، فمنذ أن أغلق هذاك الباب ديال الشارع ديال الحسن الثاني في وجه الجمهور، فراه بدا ديك الساعات الإرهاصات ديال الباب ديالو ديال هذاك الملعب، وبدا الملعب الباب محمد الخامس هو اللي كان كيستقبل الجماهير للأسباب ديال كل شيء كيعرفها. إذا من ذاك الوقت بدات الإرهاصات ديال الأسماء. إذا لا قادم الايام كانت الاستعدادات ديالو الحسنيه كفريق عريق ديال المدينه الحمد لله راه كانت معاه نقاشات، لانه هو اللي كيستغل الفضاء الاكبر ديالو في هذاك الفضاء. كاين الفريق ديال الرجائيه ديال كاين الفريق ديال بشكل ولكن ديال بشكل، ولكن الحسنيه لان عندها اون بوك دو بيبيير هي استبدلت واحد الارض يعني في المنطقه ديال ادرار على اساس ان تما غادي دير له السونتر دو فورماسيون ديال الحسنيه اكثر شطر على يعني الاطفال المزاولين. حنا في الجامعه نحاول دائما ان نستبقوا مشكله الاحداث في اتجاه ديال توفير ديال الفضاءات. الحمد لله اليوم راه تناوت راه بدات فيه الدفي السنتيتيك تناوت واحد، ان شاء الله غادي يجي تناوت جوج بالسلام. ها هو ان شاء الله حي ديال سيدي يوسف نمشيو لحي محمد حتى هو دوك راه الفضاءات اللي يمكن انها ربما تكون متنفس بديل على هذه المنطقه، واللي احتفى على غادي تكون في الحي في المنطقه ديال بشكل بالنسبه للحي الحسني يعني في الشبيبه والرياضه في تما تكون قاعه. اذا حتى هي راه غادي تنفع بالنسبه ديال بشكل. اذا كاين تفكير في الجانب الاخر واللي هو الجانب ديال العائلات، فهي موجوده هذه العائلات هي موجوده في مجموعه ديال المرافق، مجموعه ديال الفضاءات، كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي ساكنه في هذه الفضاءات، والمجلس مشى في اتجاه انه يوفر يعني السكن للموظفين، فهو غادي في البادره ان شاء الله نتمناو انها تلقى الحلول في اقرب وقت. وهنا غادي كان جميل، وكما قلت راه الناس اللي كاينين تما راه هما داخلين في اطار النقاش داخلين في اطار التشاور، وفي جد الحلول ان شاء الله.